في ظاهرة صارت غريب أو في حدث غريب، أنه يعني مجلة اليمامة وجريدة الرياض أو جريدة الجزيرة المفروض أنهم يعني متنافسين بشكل أو بآخر، أنت مسكت في وقت واحد صفحات رياضية هنا وهناك. صحيح. إيش القصة؟ مجلة اليمامة كان يرأس تحريرها المرحوم الأستاذ محمد الشدي، وأنا محرر رياضي في صحيفة الجزيرة. شغرت وظيفة المحرر الرياضي في اليمامة، فطلب مني أن أتولى الإشراف على الصفحات الرياضية في مجلة اليمامة إلى جانب صحيفة الجزيرة. ما منعت ولا منعوا في الجزيرة وأيضا في مؤسسة الصحفية. المنافسة لم تكن بذات الحدة. سامحين الناس هكذا الوقت، يعني ما عندهم مشكلة تشتغل هنا وهنا. ما كان في مشكلة، وكان في تعاون، وكان في تفاهم بين المؤسستين وبين أيضا الجهاز التحريري في كل من اليمامة وامتدادا طبعا الرياض والجزيرة.